كنا المباراة عازمين باش نحققوا نتيجة إيجابية، لكن نفس السيناريو اللي عشناه اليوم عشناه بعد المباراة ديال الترجي أمام يوسفية برشيد. نظن بأن مجموعة ديال الزملاء مدربين بعد أحيان تيكونوا تعليقات شوية قاسية وكيتلاموا، وكنظن اليوم هدفين اللي في تسلل واضحين. كنظن فريق الوداد في غنى عن هذا، كنظن الفرق شويه ولات كتعاني. حنا من الاول كنا غنعاني من هذا المعطى، كنظن بان كيطرح مجموعه ديال التساؤلات. اليوم الفريق ديالنا قدم مجهود، كانوا دي كونترانكت عندنا داخليين، كاين العياء، كاين مجموعه ديال الغيابات اثروا علينا، حاولنا نسيروا فريق الوداد البيضاوي. سجلنا هدف في الشوط الاول، الفريق الوداد كان اكثر احتكار الكرة. كنظن نقطة استفهام هما الهدفين اللي شناهم في الإعادة فهما واضحين، وكنظن بأن شيء مؤلم يعني يكون تنهزم بهذه الطريقة رغم القوة ديال الفريق الوداد البيضاوي. فكنظن بأن بالنسبة لنا حنا ضروري نساو هذه الهزيمة بسرعة ونحاولوا نركزوا على المباريات المتبقية. كنظن أنا يلاه في مشوار تدريبي الأول، وكنظن كنسمع بزاف ديال التعليقات ديال المدربين، ويعني انت يمكن تفسر الكلام ديالي في اي اتجاه، وكيعانيو بزاف من التحكيم. وكنظن الا تبعنا المباراه السابقه ديال فريق حاسميه اكادير واليوم، يعني كيبان لك شيء من الظلم. يعني الانسان الا كيتعب اسبوع كامل وتيحضر الفريق ديالو، فاذا كان اهداف اللي كتسجل واضحة رغم السيطرة رغم كل شيء، فكت يعني كتحاول كتصلح الأخطاء ديالك، ولكن التسللين جد واضحين يعني شيء مؤلم. يعني كتفكر واش هناك يعني واحد العدالة مطبقة على جميع الفرق. احنا ما محتاجينش في هذا الظرف هذا نخسروا بهذه الطريقة، يعني شيء مؤلم. غنحاولوا نهضموا هذه النتيجة هذه، ونحاولوا نستركوا في المباريات المتبقية. ولكن بالنسبه للفار اللي طبق كنظن بانه غادي يكون عادي لمجموعه ديال الفرق، يعني غينصف المدربين العمل اللي كيقوموا به الى عندهم شي حق غادي ياخذوه، والعكس صحيح. نحاولوا نسافروا لطنجه، نحاولوا نساو هذه المباراه، نحاولوا نرفعوا المعنويات ديال اللاعبين باش نحاولوا نجيبوا نتيجه ايجابيه من طنجه. مباراه ما غاتكونش سهله، مباراه صعبه، ولكن اليوم بان افتقدنا ايوب القعداوي اللي لعب المباراه تقريبا مصاب، كذلك حميد بوخريس اللي دخل وتصاب. الحمد لله نسترجعوا اللاعب ناجي واللاعب خالص، اللاعب سماكي اللي كيتمثل الشفاء، مجموعه ديال الغيابات. فكنظن بان غنحاولوا المجموعه اللي عندنا نحاولوا نركزوا باش نحاولوا نجيو بنتيجه ايجابيه من طنجه ان شاء الله. قلنا غنعتمدوا على الجونيور، ما يمكنش لينا اطوار ديال المقابله كانت 70 في الاول، كان الدخول ديال الجونيور في الاول، ولكن بعد تسجيل هدف التعادل فغيرت الراي ديالي، لان كانت عندنا امور اخرى خصنا نصلحوها، وكنت ما بغيتش نضحي بلاعب اخر. توفقنا يعني في التغييرات المره الثانيه. بالنسبه للاعبين اللي حضروا، حاولت ما امكن باش يعني القائمه اللي كانت تعتمد عليها الوداد فيما قبل على 20 لاعب، و20 لاعب يعني كانوا داخلين جوج ديال اللعابه اللي هما جداد في القائمه، وخرجوا جوج لعابه اخرين اللي هما الناهري ومترجي. وكيشير بهذه المناسبه على الناهري ومترجي، فهما لاعبين بالنسبه لنا ما ماشي استقصاو من اللائحه، فهما لاعبين دائما تنتمناو ان شاء الله وتنتسناو منهم يوصلوا لافورم ديالهم كما تنقولوا. وما حنا راه الاشاره ديالهم ان شاء الله باش المعامله ديالنا تكون عند الجميع وكل شيء يمكن يتانتقى في الجروب.